ثم حل المشكل الدخول الى يوتيوب ستوديو بالهاتف ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي، اليوم ان شاء الله عندنا الموضوع الشرح اللي هو نتكلموا على يوتيوب ستوديو وكيفاش غادي ندخلوا يوتيوب ستوديو غير بالتليفون ديالنا ان شاء الله، وبعد التحديثات اللي دارت اليوتيوب اليوم عندنا الحل ان شاء الله كيفاش ندخلوا اليوتيوب ستوديو وندوزوا الشرح ان شاء الله مباشره. اول حاجه بعدا ندخلوا لجوجل كما هكايا عادي، دخلوا جوجل ديالكم تصفح جوجل، واخا كنجيو لهنا بلاصه الريسيرش، هنا كنكتبوا youtube.com.com واخا هكايا كنديروا ريسيرش، واخا من بعد ما كنديروا ريسيرش كنجيو هاد ثلاثه النقاط هنا الفوق كنكليكيو عليها وكنجيو هنايا كنديروا فيرسيو بوغ اورديناتور هنايا عرض سطح المكتب كنكوشيو هادي، كيرجع لنا التليفون بحالو بحال البيسي، واخا على ما تحمل معنا الصفحه فوالا هكا مزيان. واخا كنجيو لهنايا هاد الايقونه هادي ديال القناه ديالنا كنكليكيو عليها، هادي اللي هنا في الجنب الفوق هنايا كنكليكيو عليها. هادي شحال كنا كنكليكيو على يوتيوب ستوديو، هنايا كنا كنكليكيو عليه كيدينا مباشره لليوتيوب ستوديو، دابا لا، دابا ما يمكنناش ندخلوا يوتيوب ستوديو بعد التحديثات اللي دارت اليوتيوب. شنو هو كنكليكيو على قناتك هنايا كنكليكيو عليها فوالا مزيان هاكا مزيان فوالا كيحولنا على هاد الصفحه هادي. شنو كنجيو كنكليكيو هنايا تخصص القناه، هاد البلاصه هادي كنكليكيو عليها تخصص القناه، لا عفوا هنايا تخصص القناه فوالا هاكا مزيان كيحولنا مباشره لليوتيوب ستوديو كما راكم تشوفوا لما تحمل معنا الصفحه. دابا اليوتيوب الخوت راه بدلت بزاف ديال الحوايج اللي بدلت اليوتيوب فوالا، هنايا حنا دخلنا اليوتيوب ستوديو ديالنا عادي كما راكم تشوفوا، هو هذا اليوتيوب ستوديو، هنا الفيديوهات ديالنا فوالا، هادو هما الفيديوهات ديالنا اللي حنايا كنخدمو اليوم. خلاص هادو بلاصه الدولار هنايا البارامتر ريغلاج ديال اليوتيوب ستوديو راكم عارفين نتوما هاد الحوايج هادو، كاين اللي ما عارفش عارف مرحبا به. واخا هنايا فين كتحملوا الفيديو ننصحكم نصيحه، تحملوا الفيديو من هنايا من الفوق من هنا احسن حاجه باش على حسب كيتم المراجعه ديالو عاد باش كيلونسيوه لك اليوتيوب. واخا دابا شنو كاين واحد المشكل اخر، شنو هو دابا خصنا نكون الخطره من بغيو ندخلوا يوتيوب ستوديو خصنا نكتبوا يوتيوب ستوديو youtube.com وندخلوا ونمشيو تخصص القناه من بزاف ديال الحوايج. واخا غادي نختصر هادشي كامل في حاجه واحده، واخا شنو كنديروا غادي نجيو هاد ثلاثه النقاط هنا الفوق كنكليكيو عليهم وكنجيو هاد اجوتي هادي هنايا اجوتي كنكليكيو عليها كما راكم تشوفوا فوالا هاكا مزيان. شنو هو هنايا كيعطينا هي محتوى القناه، واخا هنايا كنجيو اجوتي هنا كنكليكيو عليها مزيان. دابا هاد ملي درنا هاد الخطوه هادي فين كنلقاوها، كنلقاوها هنايا في التليفون عندنا، ها هي فين نزلت، ها هي فين راها هنايا هادي. دابا يا من بغيو ندخلوا يوتيوب ستوديو كنجيو نكليكيو غير على هادي مباشره يدينا اليوتيوب ستوديو، هانتوما تشوفوا فوالا هانتوما تشوفوا يديكم مباشره اليوتيوب ستوديو، يعني بلا ما تبقى تكتبوا youtube.com youtube.com وعاد تدخلوا تخصص القناه وتكليكوا من هنا من بلاصه لبلاصه، كديروا خطوه وحده وصافي ما تزيدوش عاد ديروا شي حاجه اخرى هكايا، وكتدخلوا اليوتيوب ستوديو ديالكم كتشوفوا مثلا السوايع ديالكم هنا بلاصه الدولار ولا تحقيق الربح ولا اي حاجه هنايا التعليقات، المهم يعني الاعدادات ديال اليوتيوب ستوديو راكم عارفينهم، اللي ما عارف شي حاجه شي واحد شي حاجه ولا خايف كومونتير انا مساعد ندير عليها فيديو ديال الشرح ان شاء الله. هذا الشيء هذا الشيء اللي اليوتيوب اللي دار التحديث الجديد، هذا هو المشكل اللي الناس بزاف طايحين فيه وما كيبغيش يديهم اليوتيوب ستوديو مباشره جوجل، ولا هي الطريقه الفعاله
وما تزيدوش هاد الانسان يدوخ راسو. انتم ما زيدوا تاكدوا، احنا خرجنا كاع في خطره واحده، كنجيو هاد اللي حنايا خرجنا هنا في الكرو تاع التليفون، هيا يعني كنكليكيو عليها يديكم مباشره ليوتيوب ستوديو عاوتاني، باش تعرفوا المصداقيه ديال الطريقه هذه يعني فعاله ومية في المية. فوالا انتم كتشوفوا كما قلت لكم هما الفيديوهات طريقة فعالة ومئة في المئة، وتوفيقين ان شاء الله للجميع. اي حاجة احتاجتوها خليو لي في الكومنتير، انا مستعد اي حاجة ما عرفتوها شيء ندير عليها لا فيديو، وتوفيق للجميع ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.